بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. قوات الأسد تستهدف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ مدن وبلدات سرمين ومعربليت وبليون وسفوهن بريف إدلب الشرقي والجنوبي وفق مراسل حلب اليوم. إصابة 9 أشخاص ووقوع أضرار مادية كبيرة إثر انفجار اسطوانة غاز في مطعم بمنطقة المزة في العاصمة دمشق وفق وكالة أنباء سلطة الأسد سانا. الدفاع المدني السوري يعلن وفاة سيدة وطفلها وإصابة طفليها الآخرين بجروح خطرة وفقدان والدهم بحادث تصادم سيارة ودراجة نارية على طريق باب الهواء شرقي مدينة معرة مصرين في ريف إدلب الشمالي. الدفاع المدني السوري يخمد حريقا اندلع في مزارع زيتون على أطراف قرية بكسرية بناحية بدامة غربي إدلب. تحطيم صورة حافظ الأسد وإزالة شعار حزب البعث عن واجهة مبنى بلدية القنوات بريف السويداء الشرقي. ولاية اسطنبول تعلن مقتل 2 وإصابة 12 آخرين جراء فيضانات وسيول ناجمة عن أمطار غزيرة مساء أمس.